الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به وأطر عمره في طاعتك يا رب العالمين. قال ابن مالك رحمه تعالى: الافتعال، ذليني. بسم الله. ذليني فاتى في افتعال نبذلا، وشذ في ذي الهمز نحو تكلا، طات افتعال رد إثر مطبقي، في الدان وازدد والذكر دالا بقي. قال: فاء الافتعال إذا كانت حرف لين واو أو ياء مثل افتعل موصل، الأصل اتصل، بينهما تقارب جدا في المخرج وبينهما تنافر في الصفة، الواو مجهورة مستعلية والتاء مهموسة مستفلة، فأبدلوا من الواو ياء وأدغموها في أبدلوا تاء الافتعال، أبدلوا الواو تاء وأضغموا تاء في التاء، فقالوا اتصل، والأصل اتصل. قلبوا الواو تاء وأضغموا في التاء، وكذلك الأمر من يسر، يسر فاء الكلمة ياء، والياء مستعلية مجهورة والتاء مهموسة، فقالوا اتصل، قالوا ثم قالوا اتصل. هذا مع قوله ذليني فاتى في افتعال، وكذلك ما تصرف منهم تقول اتصل اتصل، والمضارع يتصل، واسم الفاعل متصل، واسم الفعل متصل به، والمصدر اتصال، كذلك اتصل. أنا أقول ذليني فا تا ابديل في الافتعال تاء، وشد في الهمز إذا كانت فاء الافتعال فاهو همزة، كما لو بنيت من الأهل افتعل تقول ائتهل ائتهل، أصلها ائتهل، همزة وصل وهمزة فاء الكلمة ساكنة ثم التاء، أبدلت الفاء الكلمة اللي هي الهمزة الثانية الساكنة أبدلتها ياء حسب قاعدة، ومد نبذ ثانية الهمزين من كلمة صارت ائتهل، ثم أبدلوها فقالوا ائتهل، وكذلك من أكل تقول اتكل اتكل، وكذلك من ائتمن ائتمن تقول ائتمن، وشد فيه الهمز. وقال بعضهم لا داعي لذلك، بل نقول ائتكل بهمزتين لا بأس، قال هو شد فيه الهمز نحو تكل، فيه توالي إعلالين وحضره بعضهم، أولا علمت الهمزة الأولى، الهمزة الثانية التي فاء الكلمة علمتها ياء، أصلا ائتهل، جعلت الهمزة الثانية ياء ثم جعلتها تاء، قالوا في توالي إعلالين والأصل تركه. وقال بعضهم ذلك من هذا، ليس من هذا النوع، مثل كما لو قلت أهوى أهوى لم تعل الواو في أهوى لم تعلها، لأن اللام معتلة حتى لا يتوالى على، أما لا شيء فيه الله نحو تكلا. ثم قال رحمه الله: تاء الافتعال كذلك تقلب تاء الافتعال طاء طاء إذا كانت تبدل تاء الافتعال طاء، إذا كانت الفاء حرف إطباق، كما لو بينت من صبر افتعال فتقول اصطبر، والأصل اصطبر اصطبر، لكن الصاد مستعلية مجهورة والتاء مستفلة والمخرج واحد، يصعب النطق بينهما، فتقول في اصطبر الصبر، وفي ضرب الصبر تقول في اصطبر اصطبر، وتقول في ضرب اطلب، وفي ظلم اطلب، وفي طلب اطلب اطلب. إذا كانت فاء الافتعال واء، كما لو بنت افتعل من ظلم فتقول فيها اطلب، اجتمع متقاربان لك الإدغام بين وعيه، فتقول اظلم ابنت الطاء واء وادغمتها، أو العكس تقول اظلم ابنت الضاء طاء وادغمتها، ولك البيان تقول اظلم اظلم، وهو الجواد الذي يأتيك نائله عفوا
ويظلم احيانا فيظلم كذلك هو يظلم احيانا يظلم فيظلم. اذا كان تفاؤل الاستعاذه طاعا مثل لو بنيت استعاذه من طلبه فتقول الطلبة اجتمع مثلان لإدغام واجب. إذا كان تفاؤل الاستعاذة ضادا كما لو بنيتها من صبر لك البيان فتقول الصبر ولك الإدغام بطريقة واحدة الصبر تقول فيها الصبر تبدل الطاء صاد وتدغمه للعكس من صبر أو من لا من صبر نقول صبر من صبر من صبر تقول الصبر بالبيان ولكن تقول الصبر ولا تقول الطبر لأن الصاد صاد مستطيل فلو أضغمته لا يبقى ما يدل عليه. إذن فأضغم الثاني عليه. وكذلك تفاؤل الاشتعالي مرحبا مرحبا. إذا كان تفاؤل الاشتعالي ضادا 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 ولك الوجه لك الإضغام بنوع واحد ضاد تقول في ضربة اضطرب بالبيان ولك اضطرب ولا يصح الطلب حتى لا تذهب الصورة الضادي ومن صبر كذلك. إذن إذا كان تفاؤل الاشتعالي طال إدغام واجب فقط إدغام واجب إدغام فاعل كلمة هو طال في تاء الاشتعالي وهو طال. وإذا كان تفاؤل الاشتعالي طال لك ثلاثة أوجه البيان والإدغام بين نوعين. قال بعضهم قال السيبويه وقد شبه بعض العرب ممن ترضى عربيته هذه الحروف الصاد والضاد والضاء والطاء في فعلت بهن في افتعل لسكون لام الكلمة كما سكنت الباء تقول في خبط لام الكلمة طاء لو أسندتها إلى نفسك أو إلى مخاطب نفس الشيء جاءت تاء ولكنها ضمير تقول في خبط خبطوا خبطوا بإبدال التاء طاء. وتقول في حفظة تقول حفظته 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 خبطته وحفظته. وقال حفظة تقول حفظته وخبط خبطته. وقال سيبويه أجود اللغتين وأعربهما أن لا تبدل التاء طاء في ذلك لأنها علامة إضمار وتجيد معنى. ومع ذلك بعض العرب ممن تتضارب عربيته يبدلها كذلك. ثم قال رحمه الله في الدانة والزد والذكر دالا بقي هذا موضوع آخر تبدل فاء الافتعال دالا إذا كانت تبدل تاء الافتعال دالا إذا كانت الفاء دالا كما لو بنيت افتعال من دعاء تقول ادتعى ادتعى نفس العلة الدال مستعلية مجهورة والتاء مهموسة والمخرج واحد لا بد أن تضغط تقول الدعاء بعد الضغط. وتقول في زانة زانة تقول الزانة الأمر الزانة لو قلت ازتانة الصعوبة فيها واضحة ازتانة. وكذلك إذا قلت في طاعة تعالى ذكر لو قلت في إذ تكر صعبة. إذن إذا كانت فاؤل تعالى دالا أو ذالا أو زايا فإن التاء تقلب دالا. إذا كانت فاء الافتعال دالا وأبدلت التاء دالا اجتمع مثلان لإدغام واجب تقول الدعاء. إذا كانت فاء الافتعال زايا كما لو بنيتها من زانة تقول الزانة لك الزانة بإبدال الدال زايا والزاي حرف لا يجوز إدغامه حرف لا يجوز إدغامه فلو أدغمته لذهبت صورته فتبدل الدال زاي وتقول الزانة. إذا كانت فاء الافتعال دالا لك ثلاثة أوجه لك الإدغام بطرفه ولك البيان وتقول إذ ذكر وتقول إذ ذكر وهي القراءة وتقول إذ ذكر بالدال بإدغام الدال في الدال أو الدال في الدال أو بالبيان وهو كثير. تنحي على الشوكي جرازا مقضبا والهرم تدري ازدراء عجبا ازدراء بالبيع ازدراء ازدراء عجبا. إذن تسلم تاء الافتعال مع بقية الحروف. قال بعضهم بل تبدل ثاء إذا كانت الفاء ثاء
كما لو بينت افتعل من ثرد. تقول إذ ثرد، إذ ثرد بإبدال التاء ثاء، ولك اترد بالدال الثاء تاء. وبقاؤهما معنى أيضا جائز، وهما جائز إذ ثرد. إذا كانت فاء الافتعال جيما، جيما قد تضغم دالا، فتقول في افتعل من جمع، إيش جمع؟ إيش جمع؟ يقول منبون الشنقيطي رحمه الله، يقول وتاء الافتعال بعد الثاجع مدغما فيه وعكسه قبل، وقلبها دالا أتى سماعا عن بعضهم كاجدمع اجدماعا. كذلك سمع من كلامهم وزدوا، وزدوا تشبيها للام بالفاء، فأقول في فعلته من فازة وزدوا. وسمع عده أي عدته، وسمع نقده أي نقدته. أنا قولي طات افتعال رد إثر مطبقي بالدان وزد والذكر دالا بقي، فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله واجدز شيحة. واجدز يصير اجدز فالافتعال جيم أبدالها دالا نظهر. ماذا بعد؟